أيضا للشوط الخامس لهملول لراشد بن برمان بن محمد الشامسي اللي حصل على المركز الرابع في الشوط الخامس. في هذه اللحظات انطلق شوط جديد وهو الشوط العاشر لهذه الفترة الصباحية، ومجموع أشواطنا في هذه الفترة 16 شوط يا سالم، 16 شوط والمسافة 6 كيلومترات. في هذه اللحظات أحيل الميكروفون للزميل متعب بن جبرين أو للزميل سالم بن ركاب العليلي. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء اينما كنتم، اجدد لكم التحيه مره ثانيه واعضاء اللجان الميدانيين والمهتمين والمتابعين بالتنظيم والترتيب والانطلاقه في هذه اللحظات. اعلنوا عن دفعه جديده وهو الشوط العاشر لفئه الجعدان المهجنات الاصايل لابناء القبائل مع 6 كيلومترات التي نتابع فيها التحدي والاثاره والقوه. نذهب الى مقدمه الشوط ونعطيكم لطام ناصر بن مبارك بن عية الشامسي من يقدم لطام بأول المراكز، يليه الطياري أحمد بن حميد بالدويس الشامسي هو من يأتي على المركز الثاني، ويتابع بن عمة على المركز الأول. المركز الثالث شاهين سالم بن سيف بن مصبح المسافري، والمتابعة من المركز الرابع فهناك الهزاز حمد بن محمد بن سهيل العامري، والنقلة التالية إلى المركز الخامس الوصول والله من الخروف عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، نقلة تالية إلى سادس المراكز يقترب مياس عبد الله بن علي بن مخيت النيادي. أما المركز السابع غزيلان حسين بن علي بن مانع أبو دواس العجمي ضيف من دولة الكويت، نرحب بك أجمل ترحيب يا أبو دواس. والمتابعة في هذه اللحظات من المركز الثامن الوحد محمد بن حليس بن حصيبان العويسي، والنقلة الأخرى إلى المركز التاسع مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري. أما المركز العاشر يأتينا جلمود عبد الله بن صالح الجاري الاجتبي. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وهكذا طوينا الصفحة الأولى ونبدأ بصفحة جديدة ونتابع ونكتب ونتابع أيضا ماذا يدور في هذا التحدي على المقدمة للطام. ما زال صامد ناصر بن مبارك بن عية الشامسي والمسافري غير إلى المركز الثاني على ظهر شاهين سالم بن سيف بن مصبح المسافري، هو من يقود شاهين إلى الصدارة. والنقلة الأخرى إلى المركز الرابع عندنا الطياري أحمد بن حميد بالدويس الشامسي، المتابعة من المركز الرابع هذا يحمل معاه رقم عالمي، رقم 10 رقم عالمي يحملونه النجوم عبد الله بن علي بن مخيت النيادي، هو من يقدم لنا المركز الرابع. والمركز الخامس يقترب الهزاز حمد بن محمد بن سهيل العامري، ينضم إلى رفاقة النجوم في دائرة الصراع على القمة. والمتابعة من المركز السادس الوصول من الوحد محمد بن حليس بن حصيبان العويسي، هو من يتقدم سادسا. أما المركز السابع الخروف عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، المركز الثامن يأتينا غزيلان حسين بن علي بن مانع أبو دواس العجمي، والمركز التاسع يقترب في هذه اللحظات مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري. والمركز العاشر نقول اللي هو العيناوي محمد بن أحمد بن سويلم العامري. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، انتهينا من إذاعتنا وندانا الثاني، ونبحر أيضا مع الإبحار ومع التحدي ومع النجوم ومع الشعارات التي تتبادل المراكز. يا الشامسيات ياك شامسي آخر أيضا بالدويس هجم هجمة على المقدمة مع الطياري، هو من يقود الطياري إلى الصدارة أحمد بن حميد بن دويس الشامسي يتقدم ومعه الرقم واحد ويطالب أيضا بالمركز واحد في هذه الجولة. وعاد الشامسي الثاني يلا يا الشوامس قابضين المقدمة مع أيضا لطام والطياري بالدويس الشامسي وبن عية الشامسي، هم من يتقدمون على مقدمة الشوط. المتابعة من المركز الثالث
شاهين سالم بن سيف بن مصبح المسافري، والمركز الرابع، المركز الرابع يقترب في هذه اللحظة الوحش محمد بن حليس العويسي المتابعة من المركز الرابع. الرابع يأتينا الهزاد حمد بن محمد بن سهيل العامري، أما المركز الخامس نقول مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري، والمركز السادس فهناك الوصول أيضا من مياس عبد الله بن علي بن بخيت النيادي. نقلة تالية إلى المركز السابع الوصول من العيناوي، العيناوي العيناوي غادم، نبغي نقول عيناوي عيناوي سلام محمد بن أحمد بن سويلم العامري يتقدم بالمركز الثامن، والمركز التاسع فهناك غزيلان حسين بن علي بن مانع بودواس العجمي، أما المركز العاشر الوصول من قاصد حمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذا الحدث عبر قناة أبوظبي الرياضية، سيدة القنوات الرياضية التي تنقل هذه الأحداث من مهرجان السوان براس الخيمة. نعود مرة ثانية، نعود إلى الطياري وهو أيضا متأهب وجاهز أيضا للإقلاع في هذا الميدان في مطار السوان. على المدرج رقم واحد أحمد بن حميد بن دويس الشامسي، من يقود الطياري؟ هو الكابتن. الله الله الله، فايز مع الأسد في الشوط الخامس، وهو الآن يعيد الكرة مرة ثانية ليبحث عن نقطة أخرى. عندك أيضا بن عمك ناصر بن مبارك بن عي الشامسي مع الأطام بالمركز الثاني. هناك أيضا المتابعة من المركز الثالث يأتينا الوحش محمد بن حليس العويسي، هو ثالثا. المركز الرابع يأتينا الهزاز وبدأ يرد ويهز الميدان هز. حمد بن محمد بن سهيل العامري يقترب بالمركز، بن عويضان العامري هو من يقترب بالمركز الرابع، والمركز الخامس العيناوي محمد بن احمد بن سويلم العامري يقترب بالمركز الخامس. وبدت الشعارات بدوا، يا مرحبا الساعه قربوا قهوه عندنا، حياكم الله قهوه الناموس، تفضلوا هنا على المركز الاول. بعد ان كان واحد صاروا اثنين، صاروا ثلاثه، صاروا اكثر من عشره اكثر من عشره على المقدمه. يا مرحبا الساعه، تفضلوا المجال مفتوح، الميدان مفتوح. هني شاهين محمد بن راشد بن عبيد الخاطري على أرضية ميدانك، يلا دافع عن أرضية هذا الميدان بما استطعت من قوة. ولكن الشامسي يتقدم معلنا التحدي مع الأطام ناصر بن مبارك بن عيه الشامسي، ولكن الوحش محمد بن حليس بن حصيبان العويسي هو من يتقدم مع الشعار الجميل، مع الشعار الجميل شعار السلطنة. يتقدم السيفين والخنجر، يتقدم إلى الأمام، يعلن جهوزيته في هذه الأمتار. المركز الثالث يقترب أيضا العيناوي محمد بن أحمد بن سويلم العامري من الجانب الآخر يقترب أيضا اللي هو الطياري أحمد بن حميد بن الدويس الشامسي مع مرة ثانية. هني أيضا الرمادي علي بن فارس بن علي الخاطري، يلا يا الخاطري كمل الاندفاع، كمل السرعة، كمل. هني أيضا بن عويضان غادم على ظهر الهزاز حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقترب أيضا. جلمود عبد الله بن صالح الجاري الاجتبي، شوف الهجوم من مبعد حميد بن سعيد بن حارب لعفاري يهاجم المقدمة. هل الوقن يهاجمون؟ هل القوع يهاجمون؟ ولكن عندك ما عندك، تلحق ما تلحق، روح يا العفاري، يا سلام مر عليهم مرور السلام والتحية والكرام، مرر مرور الكرام إلى الأمام. روح أيها العفاري، أيها المتسلط، أيها المبعد، روح مع الناموس. فال النشامة فالك، مبعد يباعد المسافة. ولكن أشوف الهجوم من المركز الثاني الهزاز حمد بن محمد العويضان العامري هو من يقترب. ولكن العفاري مع مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري هو من انتصر. تهانينا والناموس الثاني وصلنا بن عويضان. المركز الثالث غزيلان حسين بن علي بن مانع العجمي، المركز الرابع فانا الوصول من الأطام ناصر بن محمد مبارك بن عي الشامسي، والمركز الخامس نتركه ونحيله الى لجنة الخط. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء استمتعنا في هذا وشاهدنا مبعد وهو يتقدم مسرعا ومبعدا بشعار حمد بن سعيد بن حارب العفاري،
والتوقيت الزمني الذي تحقق مع 6 كيلومترات بالتأكيد 9 دقائق الحبسي. نشوف التوقيت الزمني الذي تحقق مع مبعد، والسلامات ذهبت من ميدان السوان إلى منطقة الوقن بمدينة العين الجميلة أو إلى منطقة القوع. نشوف العفاري